نعمل مع الجميع ومستقلين عن الجميع، يعني لا ننحاز الى طرف من الجدليه. اهم مسار النهارده هو اداره البلاد، يعني المسار السياسي. احنا نشارك ونتتبع ثم ندلي بكلمه، هي كلمه بتمثل فعلا اهم الاطراف المستعده للعمل المستقل الطوعي الوطني العام. فهو عمل جبهوي توحيدي للخروج بالبلاد الى افق المستقبل. احنا بتوع المستقبل.